غنوريكم الحرشه بالشحمه. الشحمه غاسلاها بورقه سيدنا موسى، دير الماء سخون وورقه سيدنا موسى غاسلينها بها، ما بغيتوش تغسلوا بها قليوها فيها. عندنا الكمون، كمون معلقه كبيره وحمراء معلقه كبيره، الملح شويه، الحار وشويه الابزار، هادو عشويه شويه، والكمون والحمراء كثروا منهم. عندنا القزبر كيجي مع القزبر كثر من المعدنوس. عندنا البصله مشلضه غنقليوها حتى هي. عندنا الزيت البلديه غنقليو بها البصله، مو هذه ما نقليوهاش بالزيت، هي راه مزيته. الطحين هذا غنعجنوه، وهذا غنكرسو به السميده البيضاء. ها الطحين اللي غتعجنوه ديروا به الحرشه عادي، داك اللي كتعجنوه في الخبز. دابا حنا غندوزو نقليو الشحمه. حرنا دابا مع ورده سيدنا موسى، كتوقف في هذيك البنات باش كتجي زوينه، وان شاء الله غنخدموها دابا بها الحرشه. دابا بعد ما شحرناها غنديروها هنايا، غنشحر عاود ثاني البصله. بعد ما شحرنا البصله حتى هي، نحط لكم المكونات كامله هنا، كنشحرها عافية مليحه والزيت البلدي. هي ولا الشحمه ما تنديش عطريه، دابا عطريه باش ما تحرق الناس، عطريه هي الاخر. دابا نديرو العطريه، مابقاش نديرو العطريه مكتكون تشحر، باش العطريه تبقى ما تحرق الناس. الملحه راه حنا شحرنا فيها، غنزيدو غير شويه. زدنا واحد شويه الزعفران باش يعطي شويه اللون. نخلط هاد المكونات، ان شاء الله ندوزو للعجينه. من عجن العجينه ديالنا ديك الساعه غنعمر عاود ثاني الخبيزات. حين يكون نار رقيق ما غلي. بعد ما عجناها وكورناها دابا غندوزو نقطعوها. درسوها بالسميدة ولا بالفينو ولا السميدة البيضاء ولا الصفرة. رقوها حيت وحدة أخرى غنجي فوق فوق منها. ملي قطعنا الحرشة ديالنا دابا غنعمروها. كليها مزيان من هنا من الحاشية ديالها باش ما ت تخرج لكمش داك الشيء الحشوه ديالها. بغيت ديرهم صغارين، بغيت ديرهم بحال هادو هما يا كبارين، نتوما اللي بغيتو. هادو راه حريشات ما فيهم لا خميره لا والو.
كنخبزوهم في المقله، مقله الخبز. بعد ما عمرنا الصغارين دابا درت وحده كبيره. بعدنا عمرنا الكبيره ان شاء الله ندوزو وما يطيبو. خليكم معانا دابا يطيبو، راه غنوريوكم ان شاء الله. انتو تخبزوهم ديرولهم هنا شي تقيبه بدوك العويدات. ها هما باش طيبناهم، كنتمنى يعجبكم. بالصحة والراحة.